تحية لكم. ترشيد استهلاك في إيران يهيئ لنهوض اقتصادي وتوزيع عادل للثروة في البلاد. مجلس الشورى أقر خطة الحكومة خطة للحكومة عذرا إذا مجلس الشورى أقر خطة الحكومة الجديدة بأغلبية كبيرة. ترشيد الدعم الحكومي للسلع والأسعار هدف قد يحقق وفرا بمليارات الدولارات. إيران من أكثر دول العالم استهلاكا للطاقة وأقلها في الأسعار مقارنة بدول الجوار. سعي لتعديل نمط الاستهلاك لتحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق، فهل تنجح خطة الحكومة في دعم الفقراء تعويضا واستثناء الأغنياء منه؟ صادق مجلس الشورى الإيراني في جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي بأكثرية 188 نائبا من أصل 242 حضروا الجلسة على اللائحة التنفيذية التي قدمتها الحكومة تمهيدا لتحقيق خطة نهوض اقتصادي يعتمد توزيعا عادلا للثروة في البلاد. وكان الرئيس محمود أحمد نجاد قد شدد قبل يوم من جلسة البرلمان على ضرورة ترشيد الدعم الحكومي للسلع وتعديل أسعار الطاقة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه قوله: لو تم تعديل استهلاك الطاقة في البلاد فإن سائر القطاعات ومن ضمنها البريد سيتوسع ويتعزز، مشيرا إلى أن استهلاك النفط والغاز في البلاد يفوق بنسبته سائر دول العالم. وقال عضو هيئة الرئاسة في البرلمان حميد الرضا حاجي باباي إن الدعم الذي تدفعه الحكومة للطاقة وغيرها كبير جدا، ويمكن من خلال الخطة الجديدة تحقيق العدالة بشكل أكبر بين أبناء المجتمع خاصة الطبقات الفقيرة، برغم ما قد تحمله هذه الخطة من ارتفاع نسبة التضخم في أسعار بعض السلع في البلاد، والتي يمكن تعويضها في رأي حاجي باباي من خلال دفع دعم نقدي ومباشر للفقراء من المواطنين. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الطاقة في إيران منخفضة جدا بالنسبة إلى دول الجوار، ما يؤدي إلى تهريب كميات كبيرة منها إلى الخارج. ولمناقشة هذه الخطة طبيعتها أهدافها معنا من بيروت الخبير النصي دكتور ربيع ياغي، من طهران الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن هاشميان، ومن القاهرة ينضم إلينا رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية الاستراتيجية دكتور مصطفى اللبد. أرحب بكم جميعا. أبدأ مباشرة وأدخل في صلب الموضوع مع دكتور هاشميان من طهران فيما يتعلق بهذه الخطة التي حظيت بأغلبية أصوات النواب في داخل المجلس الشورى. ما طبيعة هذه الخطة التي ستعمل عليها الحكومة الإيرانية في السنوات القليلة المقبلة دكتور؟ دكتور هاشميان هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصال غير جاهز دكتور حسن هاشميان. إذا دكتور ربيع ياغي، يعني أحيل طرح السؤال عليك الذي كنت استمعت إليه، ولكن بطبيعة الحال أسأل عن طبيعة هذه الخطة الاقتصادية. يعني أهم لنأخذ الناحية الطاقوية أو الناحية النفطية في هذه الخطة، وهي في رأيي خطوة جدا متقدمة يجب أن تحذو مثلها دول الجوار ودول العالم. أي ترشيد الاستهلاك في الطاقة، وعندما نقول ترشيد الاستهلاك في الطاقة نعني أهم مادتين وهم البنزين والديزل. وإيران من أكبر الدول المستهلكة في العالم لهذه المادة أو المادتين، نظرا لكونهم كانوا مدعومين، وثانيا نظرا للعدد الهائل من السيارات والمصانع الصغيرة التي بحاجة إلى طاقة على الديزل. هذه الخطة يعني في رأيي سوف توفر ما لا يقل عن 3 أو 4 مليار دولار سنويا على الحكومة الإيرانية. وبالتالي نحن نعلم كلنا أن إيران تستورد رغم الحصار أو الحظر المفروض عليها، تستورد ما يقارب 140 ألف برميل يوميا من مادتي البنزين والديزل. أي بكلفة سنوية تقارب 7 مليار دولار سنويا ثمن استيراد، كون المصافي في إيران لا تنتج ما يكفي من البنزين والديزل للأسواق المحلية. ولكن رأيي أن بنفس الوقت عندما في إيران تعلن ترشيد الاستهلاك للطاقة،
يجب أن تسعى وبشكل حثيث أيضا إلى توسيع طاقتها الإنتاجية لمادتي البنزين والديزل، لأنهم مادتين طيب. استراتيجيتين دكتور ورئيسيتين. دكتور ربيع، سنفصل أكثر في هذه الخطوة، ولكن يعني كون الموضوع بهذه الأهمية، وأنت قلت بأن هذه خطوة متقدمة وتوفر على الحكومة الإيرانية الكثير من المبالغ الطائلة ومليارات الدولارات، لماذا لم تقدم على مثل هذه الخطوة قبل الآن؟ يعني دائما هناك يعني أسباب. خلينا نقول إيران تعاني منذ سنوات من حظر متشدد من قبل أمريكا والدول الأوروبية في موضوع استيراد المشتقات النفطية. رغم أن هناك شركات أوروبية مثل شيل وبي بي وتوتال كانت تزود إيران بهذه المواد مقابل النفط الخام أو مقابل مشاريع خاصة تقوم بها في تطوير حقول أو منشآت نفطية معينة. ولكن نحن كلنا نعلم اليوم أن بلد مثل إيران مهدد بحظر شامل، خاصة فيما يتعلق بموضوع على خلفية الموضوع النووي. يجب على إيران أن تكون مستعدة لهكذا حظر، وبرأيي أن عملية الترشيد في هذا الوقت هي جزء معلن من الاستعداد لهذا الحظر الشامل الذي قد يكون قاسيا، ولكن إيران يعني تستبق الأمور وتعلن هذا الترشيد من أجل خفض الاستهلاك. طيب. دعني أتوقف عند النقطة التي أثرتها وأشرت إليها دكتور ربيع ياغي، ولكن مع السيد مصطفى اللبات فيما يتعلق بطبعا هذه الخلفية، خلفية الموضوع النووي التي تحدثت عنه، وبالتالي أيضا على خلفية السياسة المتبعة، السياسة الإيرانية المناوية للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي المؤيدة للقضية الفلسطينية. سيد مصطفى اللبات، ماذا يعني على الرغم من كل التحديات التي تواجه إيران في هذه الأيام، ماذا يعني أن تضع الحكومة الإيرانية مشروعا بهذه الأهمية وتعمل على تنفيذه؟ طبعا أنا أتفق مع زميلي في الاستوديو من بيروت في أن خلفية هذا القرار هو التلويح المعلن بفرض عقوبات على البنزين ضد إيران. هذه العقوبات تم التداول بشأنها في الكونغرس الأمريكي في الأسابيع الماضية، وهي خيار من الخيارات المتاحة أمام إدارة أوباما. خيار فرض حظر على البنزين في إيران بسبب أن إيران وهي البلد النفطي الكبير تستورد 40% من احتياجاتها من البنزين من الخارج، وبالتالي تحاول الإدارة الأمريكية الضغط بوسائل الاقتصاد على صنع القرار السياسي في إيران كي يقدم تنازلات في موضوع الملف النووي الإيراني. ولذلك هذه الخطة اليوم في البرلمان تعني أن إيران تستعد لاحتمال هكذا عقوبات، وأن هذا الاستعداد يتضمن ترشيد الاستهلاك من ناحية، ومن ناحية أخرى البحث عن مصادر بديلة لتوريد البنزين إلى إيران، وهناك بدائل معلومة من فنزويلا مثلا التي ترتبط بعلاقات ممتازة مع إيران، وأيضا روسيا عبر تركمانستان، حيث تستطيع روسيا تزويد إيران بالبنزين في حال فرض حظر أمريكي عليه. ولكن ما يجري التداول بشأنه ليس حظر أمريكي أوروبي، ولكن حظر ليس نفطي، ولكن يعني أنتم تركزون سيد مصطفى اللبان وأيضا دكتور ربيع ياغي، تركزون وتقولون ربما بأن الهدف الأساس والأبرز من وراء مثل هذه الخطة الاقتصادية هي مواجهة التحديات أو الضغوطات الخارجية وليس الواقع المعيشي الصعب الذي يعاني منه الشعب الإيراني. الواقع أنه إيران لا تعاني أزمة اقتصادية بالمعنى الذي يعني ربما يكون متعرف عليه في دول شرق أوسطية أخرى. يعني إذا كان هناك بعض الارتفاع في السلع وفي نسبة التضخم، فذلك لا يعني أنه إيران تشهد أزمة اقتصادية كما يتم تضخيم الصورة في الخارج. إيران يتم استهداف